فرح، لنعرف أكثر عن هي المشاكل طبعاً اللي عم تعاني منها السيدات باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة ضمن المنزل بعيداً عن المنتجات المصنعة اللي سعرها كثير غالي. خلينا نحكي عن هذا الموضوع مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني اليوم عم نحكي عن يمكن أكثر شغلة بتهم الأنثى هي بشرتها وشعرها. بفصل الصيف يمكن بيعاني كثير من السيدات من الجفاف، تساقط وتلف الشعر. خلينا نحكي أول شيء عن هذا الموضوع بفصل الصيف تحديدا. تمام. طبعا في كثير من السيدات بيشتكوا خاصة بهالفترة بالسنة من موضوع تساقط الشعر، والحقيقة نحن في إمكاننا يعني نستخدم بعض المواد اللي موجودة بالبيت أو اللي نزرعها حد البيت بقصيص مثل الصبار مثلا أو الألوفيرا، اللي هو ممكن نحن ينوجد بالبيت وهذا سهل وما بده كثير مي. قصيص صغير بيعطينا بعض الأوراق اللي ممكن نحن ناخذ الجل اللي او الماء اللي ممكن يعطيها من الصباره، من قلب الصباره من اسمها، بناخذ هذا المركب ونستخدمه. لازم نعرف شغله مهمه، نحن لما بنستخدم شامبو او اي مركبات مضاده للقشره بتجفف الشعر بتخسرنا كثير من المواد اللي نحن بنسميها مواد دهنيه لازم تكون موجوده. يعني نحن في عندنا ماده الزهم اللي هي لازم تكون موجوده لحتى يبقى الشعر بنضارته اللي نحن معهوده عنها. لذلك لازم نتوجه لاستخدام بعض انواع الزيوت وحمامات الزيت اللي ممكن نحن يعني نفكر باساس كل هذه الحمامات هو زيت الزيتون. الحقيقه زيت الزيتون متوفر بالبيت، نحن ممكن نعمل حمام من زيت الزيتون ونضيف له مركبات ثانيه لحتى نحصل على الفعاليه المطلوبه. اول وصفه ممكن نحن نحكي عنها وهي كمان بسيطه وموجوده، اذا بنجيب سمسم نحن بيتم يعني طحنه نصف طحنه يوضع مع زيت الزيتون، كميه طبعا بحدود 5 جرامات لكل 10 ملي من الزيت. عمليا نحن عم نحكي عن تقريبا نص كبايه مي صغيره، اذا بدنا نحط لها مقدار نصف ملعقه من يعني المجروش تبع السمسم بينحط فيها وبينترك بشكل نقع، ومن ثم يتم التصفيه وتطبيقه على اطراف الشعر وعلى فروه الراس. طبعا هذا الكلام اذا نحن عم نحكي عن اطراف الشعر، عندنا حالات تقصف بدنا نحن نحافظ عليها بطريقه جيده. ممكن ينضاف للوصفه بذر الكتان كمان بينجرش وبينحط مع بننقع ضمن زيت الزيتون ويتم استخدامه. هي مواد بسيطة متوفرة في البيت وفينا نعملها. الأمر الثاني إذا كان في عنا حالة تساقط يعني مرافقة للتقصف، نحن هون بحاجة لحتى ننبه يعني بصلة الشعر لحتى يصير في عملية نمو، فرح نستخدم وصفة بس بدنا ننتبه من طريقة الاستخدام. الحقيقة هي مركب الشطة أو يعني الفليفلة اللي نحن متوفرة بين إيدينا، فينا ناخدها أما بشكل الفليفلة الحرة، ممكن ناخدها نحن بشكل أخضر أو المطحونة، بدنا نوضعها ضمن كمية من زيت الزيتون ونتركها منقوعة لمدة لا تقل عن 8 ساعات، بعدين بيتم التصفية وبناخد الزيت اللي هو أخذ مركب الكابسيسين من الفليفلة وتوضع بشكل يعني يفضل إذا بالسرنج ماله بدون رأس تمام، نسحب منها كمية صغيرة على نقاط معينة، بنوزع الرأس لعدة نقاط كمية صغيرة وتم تدليك دائري على المنطقة اللي تم الإضافة عليها. الهدف منها أنه نحن هون عم نعمل شو؟ عم نعمل تنبيه. الهدف منها أنه نحن إذا في عنا حالة تساقط بمكان معين أو خسرنا مكان معين شعر بدنا نساعد على تنبيه فروة الرأس. طبعا في كتير شامبويات موجودة طبية تحتوي على الكابسيسين أو مركب الشطة الأساسي، أنا عم بحكي عن شيء موجود بالبيت بحيث نحن ما نتكلف، يعني نحن شيء متوفر وفينا نشتغل عليه، بس ننتبه ما يجي على العين، ننتبه ما نلامس أي منطقة، غشاء مخاطي الفم الأنف الكذا بعد ما يتم هذا. ممكن نلبس كفوف ونطبقها على الرأس وبعدين نغطي الرأس ببوني او شيء يغطي الشعر لحتى نحن ما يصير في عنا فقد، لا يعني بدي يصير تعرق لحتى انه بس ينبه هون بيصير في عنا عمليه يعني بيساعدنا على انه المسام تصير جاهزه لتستقبل مواد ثانيه. بنرجع بنقول شغله مهمه كثير، لازم نحافظ على مخزون زيتي بالشعر، عنا هذا الموضوع اساسي ومهم. من المركبات الثانيه اللي ممكن نستخدمها نحن للعنايه بالشعر
هو الصبار اللي ذكرنا نحن انه قصير صبار ممكن يكون موجود بالبيت، قطعه الصباره بننتبه بس من الشوك، ممكن نلبس كفوف خاصة لحتى نتعامل مع الأشواك الموجودة، بناخذ نقسمها بالنص، بناخذ من قلبها الجل والعصير ويتم استخدامه بشكل ماسك للشعر، بنحط لمدة ساعة. وهذا الكلام نحن ما ضروري يوميا ينشغل، يعني نحن بالأسبوع ممكن مرة نعمل تنبيه للشعر بالكبسسين أو بالشطة، وخلال الأسبوع مرتين نعمل تغذية بالزيوت، حمام زيوت اللي ذكرناهم اللي مع السمسم أو مع الكتان. ممكن طبعا تنضاف مكونات ثانيه اذا متوفر زيت خروع ممكن نستخدمه، بس نحن عم نحكي على الشيء اللي ما له مكلف المتوفر في البيت، بالاضافه انه نحن فينا نستخدم للاطراف هي الزيوت بشكل بتعطي نتيجه. اهم شيء حمام الزيت مع السمسم حقيقه بيعطي نتائج لتقصف الاطراف مهمه جدا. هيك بالحاله يكون غطينا التقصف مع تساقط الشعر. طبعا بدنا نكون كمان موضوعيين، اليوم طبيعي يصير في تساقط نتيجة تغير درجات الحرارة، لا في ناس بتوسمها بأنه هالفترة من العام موسم الباذنجان أو شيء يعني، فكان سابقا أنه يحدث التساقط، هذا أمر طبيعي. نحن بس ننتبه على غذاء متوازن يكون فيه كمية جيدة من البروتينات الفيتامينات والفواكه، هي بتغطي هذا الموضوع، فواكه والخضرة اللي نحن متوفرة بسوريا. خلينا نحكي على المتوفر واللي سعره رخيص، الخضرة، خضرة كثير مهمة حقيقة، فيها يعني الحديد، مخزون الحديد كثير كبير، خاصة كل شيء أخضر يعني بشكل ورقي، هذا بيساعدنا نحن إنه نعوض الكميات الحديد المفقودة. وننتبه شرب الشاي بشكل يومي وعدة مرات خاصة مع الوجبات بيساعدنا على إنه نخسر حديد لأنه فيه العفص، وبالتالي بدنا ننتبه نحن نبعد بين فترات اللي نحن ناخذ فيها وجباتنا وبين الفترات اللي ناخذ فيها الشاي، وما نشربه غامق كثير لانه كل ما غمقنا عم يرتفع كميه العفص الموجود وبالتالي عم نخسر الحديد الموجود. يعني دكتور بدنا اقول لك شكرا على توضيح كيف نحن ممكن نحافظ على جمال شعرنا وصحته، وايضا على بشرتنا باستخدام منتجات كثير بسيطه ومتوفره بين ايدينا. كثير من الاسئله رح نسالك اياها بالحلقات الجايه. شكرا لك.